بسم الله الرحمن الرحيم، ونستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. مكملين مع بعضنا الشدات المعدنية إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على 3 أنظمة للشدة المعدنية، هنتكلم عليهم بسرعة مش هنتوغل فيهم قوي لسببين. السبب الأولاني إن هي مش مستخدمة بكثرة، أنا غالبا ما شفتهاش كتير، بس هندي فكرة عنها ولو بالصور عشان تبقى عارفها برضو. النظام الأولاني نظام الطبالي أو طبالي اليو فورم، اسمه اليو فورم. ده بيستخدم للحوائط الشير وول أو الريتيننج وول، الحوائط الكبيرة يعني، غالبا للتوفير الناس بتستخدم الخشب في الموضوع ده، سواء يعني ما بتكلفش نفسها وتستخدم المعدن الا اذا كان يعني محتاج تقويات، فتستخدم شوط عارض معدن او شوط حاجات زي كده. بس احنا بنتكلم على شغل نظيف او بقى خلاص مش هستخدم خشب، فهستخدم نظام طبال اليوفر. النظام زي ما قلت لحضرتك اهو شكله، احنا شفناه في صور قبل كده زي ما حضرتك شايف. هو نظام الطبالي يستخدم في شدات الأعمدة والحائط والكمرات وأحيانا البلاطات الخرسانية أحيانا، وتمتاز بتعدد المقاسات التي تسمح بالكثير من قطاعات الأعمدة المختلفة. تمام، ده النظام عبارة عن إيه؟ عبارة عن سواري من المعدن بتربط بيناتها عوارض. العوارض دي بتربط هنا دي كل ده بيتربط بإذان، في هنا كده خرام بتربط العارض ده بالساري ده. بيبقى فيه حالات لو عندك ركنة جانبية أو زاوية داخلية أو زاوية خارجية زي ما هنشوف دلوقتي التركيبة بتاعتها ازاي. وفيه جوه هنا كده التطبيق بتاعك أو الجنب بتاعك بيبقى عبارة عن ألواح كونتر. الألواح دي بتبقى متغلفة بنظام برضو معدني حواليها. تعال كده نشوف التركيبة بتاعتها اهي. مكونات نظام طبال اليوفر، اولا زاوية تجميع، الزاوية دي بتجمع جنب كده وجنب كده، دي زاوية عادية 90 درجة. ده طبلية ركن خارجية اللي هي بتشكل الركن الخارجي بتاع الطبلية دي، بس دي من الداخل بتعمل تحويلة بين حاجتين متعامدين. وطبلية ركن داخلية نفس الكلام، بس دي من داخل يعني الزاوية من الداخل، يعني دي كده مثلا خارج اهو ودي كده داخل اهو. دي دعامة مايلة، الدعامة المايلة دي بنعمل بها تثبيت زي شكلات كده مثلا. دي الطبلية نفسها بقى، الطبلية بتعبارة عن جزئين، ده معدن وده الواح الكونتر اهي. دي بتخش في دي، يعني المعدن ده بيغلف الكونتر ده. دي بقى الكليبسات، كليبس ثنائي وكليبس احادي، وده المفتاح القابور اللي بيتم تثبيت بيه الزوايا ببعضيها. ودي الزرجينة، الزرجينة دي برضه مهمة جدا، بتقفل بين دعامتين وبعضيها. مش هنتكلم كتير، تعال نشوف الصور. الصورة زي ما حضرتك شايفها اهي، نفس الكلام في الصورة دي، دي الدعامة المايلة اللي قلت لحضرتك عليها اهي. تعالوا نقرأ الصفحة دي كده. وصف مكونات نظام طبالي اليوفورم. طبال اليوفرم وهي تتكون من شاسيه حديد متجلد كونتر بسمك 12 مللي. عرض الطبالي يتراوح من بين 30 سم و40 سم و50 سم و60 سم، ده العرض. والطول بتاعها 60 سم و90 سم و120 سم و150 سم ومتر 80 و2 متر 10 و2 متر 40. تمام كده، يبقى ده العرض وده الارتفاع بتاع الطبالي نفسها، بتاع الطبليه نفسها الزرقاء اللي وراتها لحضرتك دي، اللي متغلف اللي مغلف الكونتر. والمفتاح الخابور ده لتجميع الطبالي زي ما قلت لحضرتك مع بعضها، ولتجميع زوايا التجميع مع ولتجميع الزوايا مع بعضها يعني مع الطبالي. زاوية تجميع لتجميع الطبالي المتعامدة مع بعضها. زاوية حشر تستخدم في المسافات التكميلية بين الطبالي، ومنها يتم بدء فك الشدة بعد تسلط الخرسانة. طبلية ركن لتسهيل تجميع الزوايا الداخلية للحوائط. لتسهيل تجميع الزوايا الداخلية للحوائط. متوفر أبعاد 15 في 15 و22.5 في 22 و30.5 و30 في 30، كل ده طبعا بالسنت. طبالي ركن خارجي لتسهيل تجميع الزوايا الخارجية من الحوائط، أبعادها 5 سم في 5 سم.
والزرجينة والكليبس الأحادي والكليبس الثنائي ودعامات مائلة. أقرأ الحاجات دي غالبا، الحاجات دي ليها أسماء تانية خالص في السوق، بتبقى أسماءها غير كده خالص وأسماءها من الصناعية كده غالبا. يعني مش هتلاقي حد شغال بيها كتير، بيفضلوا الخشب عن كده عشان هي مكلفة برضو. ده نظام الطبالي ومستخدم فيها كاميرا تلسكوب اهي وجاكات. مستخدم النظام ده في شدة اللوسقف. دي كانت حاجة سريعة كده عن النظام ده. تعالوا برضو نشوف الشدة المعدنية للخزانات، برضه مش هنتكلم فيها، يمكن مفيش كلام يتقال فيها كتير. الشدة المعدنية للخزانات زي ما قلت لحضرتك، أنا بستخدم الخشب بقدر الإمكان في الحاجات اللي بستخدمها، وبخلاف كده أنا بستخدم المعدن. الخزانات لها شكل شدة معدنية مخصوص، وده في شركات بتبقى بتشتغل بس في نظام الخزانات الخرسانية وحمامات السباحة، فبيبقى عندها الشدة المعدنية بتاعتها، ومبتفضلش إن هي تجيب إيه، ان هي تجيب الخشب عشان الهالك وعشان الوقت. فهي نظام شدة معدنية عادية خالص، عبارة عن سواري وعوارض من المعدن، والجوانب اللي جوه بتبقى عبارة عن خشب كونتر، ويبقى في حاجة اسمها زرجينة مائية للخزانات دي. الزرجينة المائية دي زي الزرجينة الفرنجي، بس السيخ نفسه ما بيطلعش. الزرجينة المائية تستخدم في تثبيت سمك شدة الحوائط، حوائط الخزانات، والتي تكون معرضة للماء وتكون فعالة جدا في التثبيت دون عمل فتحات نافذة، ما بتسيبش فتحة زي الزرجينة الفرنجي العادية في الحوائط الخرسانية، حيث وجود جزء داخلي يتم تركه داخل الحائط. شكلها زي الزرجينة الفرنجي من بره، بس الجزء ده بيتقطع، ما بتسيب ما بنسيبه جوه الخرسانة عشان ما يعملش فراغ، وبالتالي يبقى تسريب للخرسانة. ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم على حصر الشدة المعدنية، هنتكلم عن كل الانواع ان شاء الله، ازاي تحصرها، ازاي تجيب العدد اللي عندك. دي كانت حاجة سريعة جدا كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.